اليوم توصلنا بالمواضيع ولا سحبنا مواضيع ديال الامتحانات الجهوي اللي غادي ينطلق ابتداء من الغد ويستمر الى يوم الاثنين. هذه المواضيع اللي تم النقل ديالها من المقر الاكاديمي الجهوي للتربيه والتكوين الجهه طنجه تطوان الحسيمه نحو مركز الامتحانات الاقليمي بالمديريه طنجه اصيله، بطبيعه الحال المصالح الامنيه سواء الدرك الملكي او الامن الوطني صاحبونا في هذه العمليه هذه من اجل تامين وصول هذه المواضيع الى مركز الامتحان في ظروف امنه وعاديه. هاد المواضيع اللي غيتم الاحتفاظ بها داخل قاعة الحفظ، وبالتالي غيتم التوزيع ديالها ابتداء من الغد انطلاقا من الساعة 5 صباحا على رؤساء مراكز الامتحانات، وكتستمر العملية طيلة يومي الامتحان. (تصفيق)